شباب، السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديوهات اللي فاتت طولنا شويه، انا عارف. الفيديو بتاع الكونكت 3 او الاكس او، يعني هو كان فيه شويه تفاصيل كتير فتقسمناها على كذا فيديو. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه مهمه، الا وهي الجوجل مابس. اغلب الابس او اغلب الموبايل ابلكيشنز دلوقتي بقى فيها جوجل مابس، زي اوبر، زي كريم، زي طلبات، اي ابلكيشن بتاع توصيل المنازل او اي حاجه من الحاجات دي اللي فيها تراكنج لوكيشن. عموما الفكره كلها، انت عندك في الاندرويد برضو بيدعم الجوجل مابس. انت عشان تدخل عندك خريطه جوجل مثلا، او عايز تعمل خريطه، مش من الطبيعي انك انت تقعد تصمم الخريطه دي من اول تاني. الموضوع طبعا يعني مستحيل. فهي جوجل عملت الخطوه دي وفتحه الجوجل مابس از ان هي اوبن سورس اي بي اي، اي حد ممكن هو يقدر يعمل كونكت عليها ويقدر ان هو يستفيد بالفيشرز اللي فيها. فانت لما بتيجي تعمل، انت لو لاحظت في ابلكيشن زي اوبر او حاجه، لما بتيجي تفتح الاب بتلاقي كده الخريطه اللي موجوده دي عليها كلمه جوجل تحت على الشمال كده صغيره، عشان هو الراجل مستخدم الايه، الجوجل ماب. ثم بعد كده بيبدا ان انت بقى ايه، في فيشرز كتير بقى، تراكنج لوكيشن مثلا او حاجه، وهكذا. فاحنا في الفيديو ده ان شاء الله، الدوله اللي جايه على طول، هنبدا ان احنا نعمل امبلمنت للجوجل ماب، ندخلها عندنا في الابلكيشن، وممكن نعمل ازاي نعرف نجيب الكرنت لوكيشن بتاعنا. فانت في الاول هتكريت مابس اكتيفيتي، في هنشوفها دلوقتي مع بعض في الباك اند. ثم بعد كده بتروح تكلم اي بي اي من جوجل، بتدي لك حاجه زي اوثنتيكيشن كي كده، او اي بي اي كي. الكي ده المفروض ان هو بيبقى يونيك او فريد، خاص بال البروجكت بتاعك فقط، او الاكونت اللي انت عملت بيه كريت للمشروع ده. المفروض ان هو ده المسؤول ان هو يكلم جوجل ماب ويفتحها لك، ان انت تقدر ان انت ايه، تستخدم المابس عندك في الابلكيشن. طيب خلينا نخش في الكود بتاع الباك اند ونشوف. احنا دي كانت اخر حاجه احنا كنا عملناها الكونكت 3. تعالوا الاول نعمل ايه، تعالوا نروح على الهوم اكتيفيتي بس كده، نزود زرار. نزود زرار كده بس ان هو ايه، يروح على البي تي ان جوجل مابس بالشكل ده. محتاج ان انا هنا برضو في التكست اقول له جوجل، او ما احنا بقى هنعملها ان هو بيجيت الكرنت لوكيشن، فهقول له جيت كرنت لوكيشن مثلا. تمام، زي الفل. تعالى بعد كده نروح على الكونتكست بتاع الهوم ونزود زرار هنا كده، نقول له جوجل مابس، واجي هنا اعمل له فايند فيو باي اي دي. الار هنا كابيتال. بعد كده هقول له جوجل مابس، فيو هنا زيادة، زي الفل. نديله برضو كليك ليسنر من الزس، وننزل تحت نعمل السويتش كيس ان هو لما يدوس على الزرار ده البي تي ان جوجل يقول له جو تو جوجل مابس. ناخد الاوبجكت ده نسيبه هنا، وطبعا هنا هنباصي الاكتيفيتي الجديده اللي احنا لسه هنعملها. الاختلاف هنا بقى ان احنا مش هنعمل نيو اكتيفيتي از ان هي ام تي اكتيفيتي، لا، احنا بنستخدم اكتيفيتي جايه اسمها جوجل مابس اكتيفيتي. بعمل سكرول داون لتحت كده، بلاقي فيه خانه اسمها جوجل، وبلاقي فيه تاب اسمها جوجل مابس اكتيفيتي. دي اللي انا بختارها الاكتيفيتي دي بتبقى دي اللي انا بختارها الاكتيفيتي دي بتبقى اصلا جايه بيلت ان، جاهزه بالديزاين بتاعها. بيحط الماب في فراجمنت، وبعد كده بيبدا ان هو في الباك اند ان هو يحط لوكيشن مثلا. هو باي ديفولت هنشوف دلوقتي ان هو بيحط لوكيشن في سيدني. تمام، سيدني دي اللي في استراليا. فدلوقتي انا هدوس على جوجل مابس، هسميها مابس اكتيفيتي، وادي الاكتيفيتي بتاعتي، وادي الاكس ام ال والجافا والمين وكل حاجه، وهقول له فينيش، ونسيبه يبيلد كام ثانيه. حلو، زي الفل. دلوقتي هو الراجل، نقفل بقى الهوم هنا ونقفل الهوم دي. دلوقتي الراجل عمل المابس اكتيفيتي اهي، وجواه فعلا كود جاهز، يعني الاون كريت بتاعها مش زي ما احنا متعودين فاضي، لا، ده فيه هنا حاجه اسمها اون ماب ريدي، وجوه الاون ماب بيحط هنا مدينه اسمها سيدني، وبيحط طول وعرض، وبيعمل ايه، ماركر اللي هو الاحمر ده، وبيعمل زوم على الكاميرا وهكذا. هنشوف التفاصيل دي كلها دلوقتي. بس انت لو خدت بالك، هو اول حاجه عملها لما دخلنا على الاكس ام ال ده ان هو
نقلك على الفايل ده. الفايل ده فايل اكس ام ال اسمه جوجل مابس اي بي اي. ده نزل هنا جوه الفاليوز، يعني انا هنا الفاليو كان عندي كولر وكان عندي سترينج فقط، ده نزل اتحشر في النص كده ايه وسطهم اوتوماتيك، يعني انا ما كريتوش. وعندي طبعا انا ايه اللي اوتس بتاعت المابس، خلاص هتلاقيها نزلت هنا ولا حاجه اهي، الاكتيفيتي مابس، وادي الجافا كلاس بتاعي. يبقى هي اكتيفيتي عاديه، بس اللي زاد ان هو حط لي الفايل الاكس ام ال ده. تعال كده نقرا الفايل ده بيقول لك ايه. بيقول لك تو دو بيفور يو ران يور ابلكيشن يو نيد ا جوجل مابس اي بي اي كي. قبل ما ترن الابلكيشن انت محتاج جوجل مابس اي بي اي كي، لازم يكون عندك اي بي اي كي عشان تعرف تكلم الجوجل مابس من خلالها وتفتح لك المابس بتاعتك ان انت تظهرها عندك في الاب. بيقول لك ايه بقى، to get one عشان تحصل على واحد follow this link، اتبع هذا اللينك، follow the direction and press create at the end، اتبع التعليمات او الاتجاهات اللي هيقولها لك، وفي الاخر دوس على create او انشاء في النهايه. فبتدوس على اللينك ده المفروض. بعد كده بيقول لك بقى ايه، ممكن بقى هنا بتضيف بعض الكريدنشال للكي بتاعك زي الباكج نيم بيبقى محتاجها، اسم الباكج بتاعتك، ال SHA1 او السيرتيفيكيت فينجر برينت اللي هو الشير اوردر اجريمنت، ده برضو بيبقى رقم يونيك المفروض انت بتحتاجه في بعض الحالات. بعد كده بيقول لك once you have your key، لما تحصل على الكي بتاعك اللي هو في العادي بيبدأ بكلمة AIZA بالشكل ده، بدله بالجوجل مابس كي اللي هو الجوجل مابس كي ده string in this file. بيقول لك بدله بالجوجل مابس كي string in this file اللي هو ده، يعني هو عايزني اشيل اليور كي هير دي واحط بدلها الكي بتاعي اللي بيبدا بالكلمه دي. طيب اللي انا هعمله ان انا هاخد اللينك ده كوبي واروح اي براوزر واعمله بيست، او ادوس كنترول كده وادوس اوبن ان براوزر، تمام، هيروح فاتح لي الجوجل اي بي اي كونسول، وطبعا انت بتلوجن بيه الجيميل بتاعك، تمام. فهقول له والله انا عايز اكريت بروجكت وماشي انا بوافق على الشروط والحاجات دي، وبقول له اوكي، فيبدأ يكريت لي مشروع على الجوجل اي بي ايز. اوكي دلوقتي بيعمل انيبل، دلوقتي هو بيقول الاي بي اي خلاص بقت انيبل، ابدأ اعمل كرييت لي الاي بي اي كي، فبكليك عليه كده. دلوقتي هيبدأ يعمل لي ايه، كرييت لي الاي بي اي كي، ولما يطلعه لي في وشي كده هبدأ ايه اخده كوبي. هو دلوقتي كريته اهو خلاص، وادي الاي بي اي كي بتاعي اهو اللي بيستارت بالكي اللي اسمه اي اي زد اي، هو ده الكي اللي هو ده الكي اللي هو عايزه. بكليك عليه كده وباخده كوبي واروح عندي للمشروع، وابدا اشيل كلمه يور كي هير دي واحط الاي بي اي كي بتاعي اللي هو الراجل اداهولي. كده خلاص انا حطيت الكي، كده المفروض الماب بتاعتي هي شغاله. اخر حاجه بس ان انا محتاج اروح على المانيفست. باي ذا واي هنا هتلاقي في حاجات زادت في المانيفست انا ما عملتهاش، زي الكومنت ده وزي البرميشن ده اللي هو بتاع الاكسس فاين لوكيشن ده. قال لك والله في تو برميشنز انت محتاجهم، حاجه اسمها كورس وفاين لوكيشن. البرميشنز دي هي مش ريكوايرد، او هي انت محتاجها عشان تقدر ان انت تاكسس على الماي لوكيشن فانكشناليتي. يعني احنا قدام لما نيجي نجيب الكرنت لوكيشن بتاعنا الحالي اللي احنا واقفين بيه، هيبدا ان هو لازم يكون عنده الاكسس فاين لوكيشن ده، وعايز برضو برميشن تاني اسمه كورس لوكيشن اللي هو ده، تمام. فهو عايز الاثنين لوكيشن دول. برضو هنا بيقول لك ان هنا في الاي باي كي بتاعك اهو، النيم بتاعه، وادي الفاليو. احنا دلوقتي الفاليو دي دلوقتي ده الكي بتاعنا اهو، لو وقفت عليه كده دوست عليه بيقول لك الكي ده انا جايبه من الجوجل مابس جي اللي في السترنج، لو رحت عليه دلوقتي كده بيوديك على اللاين ده بتاعنا اللي احنا لسه حاطين فيه ايه الكي بتاعنا. فالمانيفست فايل بس كده خلاص، هو الراجل بس كان حط البرميشن وحط الكي بتاعنا هنا اذا حاجه اسمها ميتا داتا في المشروع، لان هو الراجل ده زي ما اتفقنا ان المانيفست بتاعنا هو مدير الملفات بتاعتي، لازم يكون عنده كل التفاصيل. طيب دلوقتي احنا هنا لو عملنا رن للمشروع، المفروض ان الراجل ده، تعالوا نعمل زوم شويه كده ونقفل التابس دي. دلوقتي ادي الام ماب ده اوبجكت من جوجل ماب، المفروض ان هو في الاون كرييت هنا الراجل بينده على حاجه اسمها سبورت ماب فراجمنت. ليه؟ لان هو هناك الاكتيفيتي مابس لو رحنا هنلاقي الاكس ام ال بتاعها مش محطوط بقى ولا في لينير ولا في ريلاتيف، محطوط في حاجه اسمها فراجمنت، واخده اي دي اسمه ماب، والطول العرض ماتش بيرن. فكره الفراجمنتس عموما احنا ممكن ان شاء الله يعني نتطرق ليها لما نيجي نتكلم عن النافيجيشن درور. برضو هي الفراجمنت هي زي الاكتيفيتي، يعني هي الفراجمنت شبه الاكتيفيتي، بس الفرق ان انا
اقدر اقسم الاكتيفيتي كذا فراجمنت، يعني هو الفراجمنت جزء من الاكتيفيتي، هو نفس الصفات ونفس الخصائص بس هو جزء منه. فانت ممكن يبقى عندك اكتيفيتي واحده وتحط جواها كذا فراجمنت، يعني تقسمها كذا لي اوت يعني، والفراجمنت دي تاخد تفاصيل والفراجمنت دي تاخد تفاصيل تانية. حاجه من ضمن الحاجات برضو ان الفراجمنت اقدر من خلاله ان انا اريبليس الكونتنت بتاعي، يعني بدل مثلا ما اعمل 20 اكتيفيتي فانا ممكن اعمل 20 فراجمنت ومثلا اللي اوتس بتاعتي يتعملها ريبليس، يعني بدل ما اروح مثلا من مكان لمكان واعمل اكتيفيتي جديده، ده بيلود على الميموري، يعني انا بحمل على الاب بتاعي على الميموري لما اعمل اكتيفيتيز كتيره قوي. فبالتالي لما اعمل فراجمنت، الفراجمنت بتبقى حنينه شويه على الميموري لان هو مش بيروح لاكتيفيتي جديده، هو بيريبليس الديزاين، بيشيل المحتوى اللي موجود ويحط محتوى جديد. فيعني خلينا برضو في موضوعنا دلوقتي في الجوجل مابس، بس احنا هنتكلم ان شاء الله عن الفراجمنت في الفيديوهات اللي جايه يعني. طيب فدلوقتي ادي الفراجمنت بتاعي، هرجع عليه الماب هلاقي ادي الفايند فيو باي اي دي الاون كرييت، والفايند فيو باي اي دي بتاعي بستخدم حاجه اسمها سبورت ماب فراجمنت، وبديله حاجه اسمها جيت سبورت فراجمنت مانجر دوت فايند فراجمنت باي اي دي، ما بيتعملش بقى كانه فيو، بيتعمل كانه فراجمنت. فالفايند فيو باي اي دي بيبقى بالشكل ده، وبدل ما بياخد كليك ليسنر بياخد حاجه اسمها جيت ماب اسينك من الزس على الاوبجكت ده. فالماب فراجمنت ده دلوقتي هتلاقيه بينده على الام ماب ريدي، وجوه الام ماب ريدي بتلاقيه بتساوي الام ماب بتساوي الجوجل ماب اللي جاي من جوجل ماب، وهتلاقي 3 سطور كده هنتكلم عنهم دلوقتي. زي ان هو معرف اوبجكت من كلاس اسمه لات لونج. لات لونج هنا اختصار ل لاتيتيود لونجيتيود اللي هو الطول والعرض. فهو الكلاس ده بياخد 2 بارامتر في الكونستراكتور بتاعه، الطول والعرض. فهو اداله اوبجكت اسمه سيدني في استراليا، وعمل نيو لات لونج وبصاله الطول والعرض مانيوال بايده. وبعد كده عمل للام ماب بتاعتي اللي هي الماب بقى، عمل حاجه اسمها اد ماركر. الاد ماركر ده اللي هو انت لما بتيجي تعمل مثلا جيت كارنت لوكيشن، مش بتلاقي في الماب بتاعتك كده بوينتر احمر كده واقف على الماب؟ البوينتر ده اسمه ماركر. فالماركر ده هو بيعمل على الماب حط لي الماركر بتاعي على البوزيشن بتاع سيدني، وسيدني هنا بيرجع طول وعرض، فهو هيجي عند اللوكيشن بتاع سيدني بالظبط ويحط ماركر احمر كده، ويحط على الماركر ده تايتل. لما يدوس على التايتل ده او لما يدوس على الماركر يطلع له يقول له الماركر ده ان سيدني، يطلع له ايه سترنج كده تايتل ايه على البوزيشن بتاع الماركر بتاعي. ثم بيعمل حاجه اسمها ماب دوت موف كاميرا، وبينده على حاجه اسمها كاميرا فاكتوري ابديت نيو لات لونج، وبيديها سيدني. الفكره كلها ان هو لو انت بدل ما يعرض لك خريطه العالم كلها، لا بيروح عامل زوم كده ويروح رايح لك على منطقه سيدني في استراليا. فالماب كاميرا او الموف كاميرا دي بتعمل زوم بس كده. فكده تقريبا الخريطه بتاعتنا جاهزه، احنا ما عدلناش اي حاجه في الكلاس ده، احنا بس كنا بنفهمه. هنا هو الكومنت، هنا هو بيتكلم شويه ان انت المفروض ان انت لازم يكون مسطب الجوجل بلاي سيرفيسز عندك في الموبايل، ومحتاج ان انت هو بيعمل انشالايز هنا هو بيقول لك ان الماركر والموف كاميرا في حالتنا انت ممكن تستخدمهم ان انت يروح على الكارنت لوكيشن بتاعك، لكن هو في الحاله دي هو ضاف الماركر بالقرب من سيدني في استراليا، ده يعني از ديفولت يعني. فخلينا نعمل ران كده ونشوف الجوجل مابس بتاعتنا بتقول ايه. هو هنا عندي المالتي ديكس ضرب، ده ايرور في الجرادل. المالتي ديكس ده ايرور كده بيظهر كتير، ليه علاقة بيه يعني، انت ممكن تاخد اللاين ده كده سيرش ويز جوجل هتلاقي بيقول لك ان انت المالتي ديكس ده لو المشروع بتاعك ضرب، لو انت عايز تعمل تستخدم اللوكيشن سيرفيسز بس هو بيرجع فاليوز كتير في الكاركتر بتاعه، فانت محتاج ان انت تضيف لاين كده هتلاقيه بيقول لك هنا خلي بالك ان المشكله دي بسبب المالتي ديكس، انت محتاج تضيف اللايبراري دي عندك في الجرادل وتضيف اللاين ده في الديفولت كونفيج فايل. المشكله دي بتظهر لو يعني هو الراجل بيحاول يرن تفاصيل كتير فبيضرب عدد، يعني هو المالتي ديكس ده بياخد كاركتر كداتا تايب، وانت فاكر الداتا تايب في الكاركتر في الجافا كانت بتاخد 65000 حاجه معينه كده، فهو بيرجع اكتر من كده تقريبا، فبالتالي بيضرب مالتي ديكس. فبالتالي انت محتاج تاخد بس الديبندنسي دي كوبي وتروح عندك في الاندرويد
في الجرادل في الديبندنسيز وتيجي هنا وتسيبها هنا، ومحتاج تاخد اللاين ده برضو كوبي وتطلع فوق هنا في الديفولت كونفيج زي ما هو قال لك، وتسيبه هنا كده وتعمل سينك دلوقتي كده، سينك ناو. دلوقتي هو خلص بيلد، دلوقتي لو عملت رن المفروض ان هو ايه يشتغل معايا. هو المالتي ديكس هنا ليه علاقة برضو بالفيرجن بتاع الموبايل بتاعك. هو بيحمل مالتيبل ديكس فايلز من الاي بي كي، فالمفروض ان انت تدعم ان الابليكيشن ده يشتغل على فيرجنات كتير ويشتغل او يسبورت لايبراريز كتير. فدلوقتي الاب اشتغل معانا اهو، هبدأ ادوس على جيت كارنت لوكيشن. فا اه اوكي هو هنا الجيت كارنت لما دوسنا راح على ليه، راح على كونكت 3. اه سوري احنا جينا اصلا في الهوم هنا نسينا نحط الانتنت على الجوجل مابس، اسمها بقى ايه مابس اكتيفيتي، اللي هي دي اللي جايه من الايه الباكج بتاعتنا مابس اكتيفيتي. فنعمل رن تاني عشان كده لما دوسنا راح فتح لنا اكس او. دلوقتي هبدأ ادوس على اللوجن واخش على الجيت كارنت لوكيشن، ففتح لي جوجل مابس بالشكل ده، وادي فعلا الماركر بتاعي اهو، ادي استراليا وادي سيدني. بكليك على الماركر بيقول لي ماركر ان سيدني، اللي هو التايتل اللي كان عامله في الماركر بتاعي. يبقى ادي الجوجل ماب اهي، كل حاجه فيها، وادي كلمه جوجل تحت والدنيا تمام زي الفل. وادي ايه الماركر بتاعنا، يعني انا بعمل زوم كده وبقف هنا بيعمل موف للكاميرا. يبقى احنا كده في الفيديو ده عرفنا ازاي ان احنا نعمل امبلمنتيشن للجوجل مابس اكتيفيتي، ونشغل الاي بي اي كي بتاعنا، ونحط الكي بتاعنا في الابليكيشن، ونرن ونشوف الديفولت رن بتاعنا عامل ازاي. شكرا جدا ليكم، ان شاء الله الفيديو اللي جاي نبدأ نشوف ازاي نجيب الكرنت لوكيشن بتاعنا، وسلام عليكم.